2020, on a parlé de ce réseau et c'est très important. Ça, donc les programmes de l'État alloués à cette situation, tels que l'effort de réalisation donc, au niveau des 13 wilayatas suivants. Donc concernant les réels projets réalisés, là c'est la situation est de l'achever. Le programme avec les sondages électriques, moyenne tension et gaz sont 26 822, comme je l'ai dit tout à l'heure, de toutes leurs trois dernières années. Donc c'est 15 800 foyers. De foyers raccordés en électricité, donc c'est le nombre. Et pour l'électricité, donc c'est. Les programmes ont permis l'amélioration du cadre d'éducation au niveau des zones désertées. وعلاوة على كل المشاريع التي تم تحقيقها وضعت وزارة الطاقة والمناجم خطة عمل لمواصلة البرامج الكهربائية والتوزيع العمومي للغاز بهدف ربط 65 ألف مسكن بالكهرباء و 180 ألف مسكن بالمنزل بالغاز خلال سنة 2023. وسيخص هذا البرنامج الطموح كل ولايات الوطن، كما سيتم تزويد 638 منزل و 139 مدرسة بالغاز البروبان على مستوى مناطق الضلع. ستنطلق شركة سونالغاز في إنجاز مشاريع تجريبية تتمثل في إنشاء 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، حيث سيتم انطلاق خلال سنة 2023 في أشغال المحطات شحن الكهربائي عبر كامل التراب الوطني، خاصة الطريق السيار شرق غرب، ليصل عددها إلى 1000 في مطلع سنة 2025. كل مشاريع مهمة الآن في بلادنا. الهدف من وراء كل هذا هو الانتعاش الاقتصادي. يعني المهم أن كل المشاريع تنجز في مواقيتها الزمنية لتعطي الخدمة المنتظرة منها، وإلا ستفوتنا. يعني إذا كان المشروع الطاقوي ما يجيش في الوقت المناسب، القطاعات الأخرى غير يمكنها الانطلاق في مشاريعها وإنتاجها، وهذا ما نصب إليه.